سيف الدين عثمي. خالد يراوغ مروان السوسي يشوف عملية فردية ذكية كانت اللقطة وبعملية فردية في هذا الشوط الأول في هذه الجولة الافتتاحية هي في الحقيقة سنين البطولة مقسومة على أربع أمام إبراهيم جميلة اللقطة شوفوا كانت مباغتة وسيف الدين عثمان شوفوا على الثبات كبر في المونديال اللي انطلق في بداية شهر جانفي. هذه كرة للنادي الرياضي بهيبون ومرة أخرى يعني الفشل على مستوى أي ثمة كيحتين ورمي 7 أمتار ولكن ثم فشل ديما نقولوا على مستوى الهجوم رغم المخالفة الكرة كانت على القائم 28 مقابل 11 ورمي 7 أمتار لفريق النادي الرياضي بهيبون. الحارس الشاب فرج قية على مستوى حراسة المرمى بالنسبة لفريق المسلبة افتكاك الكرة والهجوم المعاكس لفريق النادي الرياضي بهيبون ينجح في التهديف. اللاعب سيف بن عثمان لاعب صنف الأوسط أوسط وقاعة كانت عنده برشا مشاكل الحقيقة يعني